سلام 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 البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن حال ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غتلقاو بزاف 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 ديال التغييرات، افكار جديده، مواضيع جديده، و ابتكارات جديده، وعلاش لا، كنتمنى يعجبكم. ما تزابيوش، بقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو. كنتمنى انه يعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم، يعجبكم التغيير في القناه ديالي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم الخدمه ديالي، اشنو كندير في الحياه ديالي. الخدمه ديالي هو انني اسيستونت ماتيرنيل اغري، متخصصه في تربيه الاطفال ما السن من زياده حتى الدخول المدرسي واكثر. يعني انا في الدار كنخدم، كنربي الوليدات، يعني كيجيو عندي الاباء كيجيبوا لي وليداتهم، وكنبقاو عندي حتى العشيه ملي كيجيو من الخدمه، وكنعطيهم الامانه ديالتهم. يعني بغيت نهضر معكم كيفاش انني بديت كنخدم، وشنو هو المراحل اللي تبعتها باش درت لاغريمون ديالي، بمن اتصلت، وشنو هما لي فورماسيون اللي دوزت، وشحال ديال الوقت، وشنو هما المخاطر ديال الخدمه، المؤهلات كذلك، وامتى يعني كل ما كيتعلق بالخدمه، وشنو هما الدبلومات اللي كندوزو في الخدمه ديال اسيستونت ماتيرنيل في الدار، وشنو هي الخدمه اللي كتقدري تخدميها من بعد، وشنو هما المساعدات اللي كتجينا. يعني بزاف بزاف نتقاسم معكم هاد الحويجات، وكذلك نتقاسم معكم الاعمال اللي كندير مع الوليدات. بحال مثلا هذه، كيف نوريكم، هذه المنهجيه ديال مونتيسوري كتعجبني بزاف، كنطبقها بزاف مع الوليدات. انا ماشي متخصصه فيها، ولكن عندي بها درايه، لانني كنقرا يعني مكتوبه بامال دي ليفر كنقراهم، يعني كتعجبني بزاف، وكان بغيت من هنا قدام ان شاء الله نتخصص فيها، وعلاش لا، ميم انا ان شاء الله باغا نمشي حتى لايطاليا باش انني ندوز ستاج في المدارس ديال في المدارس الخاصه ديالها. وراختي كتقلب ليا المدارس، كنتمنى نلقى غير شي وقيت نمشي ان شاء الله. وكما تشوفوا المونتيسوري يعني ماشي سهله، الاعمال ديالها، الادوات ديالها، الالعاب ديالها كيتشراو غاليين 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 بزاف، ولكن الحمد لله انا بعض منها كنصايبهم في الدار، ويعني بالثمن رخيص بزاف باش الا مشيتو شريتوهم بالمقارنه باللي مشيتو شريتوهم. هادو كما كتشوفوا، هادو ليلو مونتيسوري، ساهلين كنصايبهم في الدار. هنا الوليدات كيشوفوا هنا كلشي زرق ولا كلشي موف ولا وهكذا، هذا ماشي الموضوع ديالنا. هادو كذلك القريعات السونسوريال حتى هما كنصايبهم في الدار كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي ساهل. انا غادي حتى هما غادي نصايبهم معاكم. وهنا لي ورايا كتشوفوا كاين هاد الطابلو، طابلو سونسوريال مونتيسوري كذلك، يعني صايبته في الدار كيما الوليدات كيتعلموا في الدار، يعني كيدوزوا فيهم وقت طويل 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 طويل، حسن ما يدوزو من الطابليطات وبزاف ولا الالعاب ديال الموسيقى اللي ما كيستافدو منها الوليدات والو. هنايا كتشوفوا هنا بزاف الحوايج، يعني نهضر معكم ان شاء الله في فيديو قادم على هاد الاعمال. كذلك غادي نهضر معكم على الاكل ديال الطفل، النوم، وعلى الحليب الام اللي كتردع وكتكون خدامه، وكيفاش انها تقدر تحافظ عليه، يعني المراحل انها تحافظ عليه، كيفاش يعني درجه الحراره ما خاصهاش تعدى، وكيفاش، والحليب اللون، الحليب كان الام اللي كتلقاه مبدل علاش كيكون مبدل. نهضر معكم كذلك على ليكوش، يعني الحفاضات اللي كنرميو والحفاضات اللي كتصبن، ليكوش لافابل وليكوش جوطابل. يعني دابا كيف ما كتشوفوا عاد على مود ان الناس الامهات كيستعملوا ليكوش، ماشي حيت لا مود كيف ما كيقولوا بعض الناس، لا، لانه كثر صحيين. وغنوريكم الانواع ديال ليكوش اللي كنستعملوا بالنسبه اللي كنصبنوا، كيفاش نصبنوا، ولحد درجه الحراره ديال الماء كي خاصهم يتصبنوا. هذه من جهه، من جهه اخرى كما قلت لكم نهضروا على الحمال، الحمال البورت بيبي، شنو هما الانواع ديالهم، يعني بزاف الحوايج انا غادي نهضر معكم عليهم، على النوم، على الاكل، على بزاف بزاف الالعاب، شنو هما الالعاب اللي خاص الطفل، كيفاش نتعاملوا مع الطفل بيبي، لان الطفل بيبي حتى هو خاصنا نفهموه باش نعطيه اشنو خاصو، لان الطفل كيبكي ولكن علاش كيبكي خاصنا نعرفو. كذلك الامراض ديال الطفل، بزاف الامهات ما كنعرفوهمش، حتى انا قبل ما كنتش كنعرفهم، ولكن الحمد لله قريتهم وعرفتهم، بغيت نقاسم معكم. كنقول لكم
الا كان عندكم اي فكره او لا اي اقتراح او لا اي موضوع مرحبا والف مرحبا. والتغيير كذلك اللي غادي يكون هو انه غادي يكون التعامل مع المتتبعات في المباشر، يعني غندير معكم لايفات كيف العاده كيف قبل، ندير معكم الاعمال اليدويه في اللايفات، وكذلك فيديوهات خاصه مع المتتبعات اللي عندهم بعض المشاكل بالنسبه للشمع كيفاش يزوقوا اولا كيفاش يتصايب اولا ليكون ديال الحنه ولا ديال الصباغه الاعمال اليدويه اللي كنصايب والانواع ديال الصباغه، يعني ان نرافقكم خطوه بخطوه. غندير معكم فيديو المتتبعه الا كانت موافقه بيان سور انني نتصل بها معكم نتصل بها ونديروا فيديو انا وياها كيفاش انني نوريها تصايب هذاك ليكون او لا ذوق الشمع، لانه انا ملي كنصايب راه ساهل، ولكن ملي غتشوفوا شي وحده مبتدئه كتصايب قدامكم انكم غادي تفهموها اكثر وغايجيكم الامر ساهل. والحاجه كذلك اللي غتزيد انه غادي ندير واحد حوارات مع البنات صاحبات القنوات صديقات ديولي ولا من غير صديقات ديولي، يعني ما غيكونش فقط الصديقات ديولي، يعني نتقاسم معكم كل شيء. غنكونوا انا وياها ونهضروا على القنوات على المشاكل على التغيير، يعني بزاف حوايج غنتبارطاجيهم معكم في ومع صحاباتي ومعكم كذلك، يعني كل شيء غادي يكون تغيير جدري في القناة. كذلك غادي نزيد الاعمال اليدويه، كي عندي واحد التعاليق واتصالات ديال واحد الصديقات والاستاذات والمتتبعات انهم قالوا لي علاش ما كديريش اعمال يدويه للاطفال في القسم يعني في المدرسه، ماشي بقى فقط الوليدات اللي كنخدم، لا غادي ندير ان شاء الله المدرسه بشكل يعني اقتراحات ديالكم عطوني افكار ديالكم ونديرها علاش لا نتقاسمها معكم علاش لا. هذه من جهه كنتمنى نكون ما نسيت والو. نخليكم في امان الله، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو مع صحابكم، ولا كنتو باقي ما مشتركينش عليكم غير الضغط على الاشتراك والجرس جوج المرات باش يوصلكم دائما الجديد. خليتكم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.